كيف متر؟ شمر سبع أراضين من جهنم، كيف الدلم؟ كيف النص دلم؟ يا جماعة تتعجبوشي، بتعرفوا شو الأمير؟ بتعرفوا شو الأمير؟ قلبه مسكر، قلبه مسكر، يعني في ظلمة، يعني السرطان أهون منه، والله السرطان أهون منه، السرطان مع الصبر والاحتساب ودي على الجنة، أما المرض القلوب وين بودي؟ عجهنم. الله ما عافينا. والله يا أخواني عجهنم، لا يطهر الإنسان إلا في جهنم، وإحنا مش عارفين شو جهنم، مش عارفين. والله يا جماعة إذا اللي بيصليش الفجر، اسمع اسمع، صلي على النبي. واحد راحت عليه صلاة الفجر، قال ذلك ذاك بال الشيطان في أذني، وفي رواية في أذنه. اطلعنا على التفسير، جاء له مرحاض صحيح وحقيقي، بيت خارج حقيقي مفرفر فيه، لكن الأصعب شو هو؟ شو الأصعب؟ أصمه عن كلام الحق، يعني الشيخ بيتكلم وهو مش متأثر، والله لو نبي بيتكلم ما هو سامع ولا كلمة. شايفين شو القصة يا جماعة؟ القصة إنه القلب مسكر، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اوعى تحسد واحد على سيارة يا عبد الله، اوعى تحسد واحد على أرض، اوعى تحسد واحد على فيلا، اوعى تحسد واحد على 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 قصر، اوعى تحسد واحد على الدولارات، اوعى تحسد واحد بخش عليه كل يوم 5000 و 10000. والله ما تحسده الا غير على على ايش تحسده؟ عايش يا أطرش. الله يجعلكم تسمعوا الحق يا ربي، الله يسمعكم الحق، احنا وياكم محتاجين. في ايش يحسدوه؟ اذا بيشتغل مع الله، اذا بيشتغل مع الله هذا بينحشر مع الانبياء، ومش يشتغل مع الله ويدجل ينصب على هذا ويكذب على هذا، بده يشتغل مع اصلا. بتعرف اي واحد بيحج، اي واحد بيصلي كمان، روح روح اي واحد بيصلي، واي واحد بيقرا القران، اي واحد، واي واحد بيعتمر، واي واحد بصوم، لكن واحد يشتغل مع الله الا اللي الله بيختاره. اللهم اختارنا يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اصطفينا يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اجتبينا يا ذا الجلال والاكرام. هذول مين الثلاثه؟ للانبياء. اللهم احشرنا معهم، اللهم احشرنا معه. ان الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. اللهم اصطفينا لهالدعوه، لمدحك، لتمجيدك. علامه انه الله بحبك شغلك شغل احبابه. اللهم شغلنا شغل احبابك، اللهم يسر علينا الدعوه. 60 واحد بيصلوا في المسجد، قل له في ناس نفسهم مسكره يجوا على المسجد، نفسهم مفتوحة يضلوا يسهروا مع الشيطان طول الليل، نفسهم مفتوحة على المعاصي ومش حابين الصلاة ولا حابين الدين ولا حابين القرآن. تعال نكلمهم، نفتح نفسهم على الدين. أكم واحد بيجي معاك يا عبد الله؟ أيوة، أكم واحد بيجي معاك؟ تعرفوا ليش هذا؟ لأنه عنده إيمان جزئي إنه يصلي بس، أما يجيب الناس لله فيش عنده إيمان كافي، فيش عنده إيمان كافي، إيمان جزئي بيصلي المسجد بس، أما أكثر من هيك لا، بخصنيش. جزئي بيقرأ قرآن، بيسبح، درويش. أما أقول له تعال نجيب الناس لله، بقول لك فك عني. هذا شغل، هذا شغل نيالي اللي الله بيشغله. اللهم اعطينا نور من نورك يا اخواني. اللي بيشتغلش في الدعوه في ظلمات. منين هالكلام يا شيخ؟ او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نور. اللهم اجعل لنا نور، اللهم اعطينا نور من نورك يمشي به في الناس. طب واللي بيمشيش؟ واللي بيذكرش؟ واللي بيمدحش؟ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
إذا أمتي عظمت الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا أمتي تسابت مش سقط على بعضها تسابت سقطت من عين الله، وإذا أمتي تركت إيش؟ وإذا أمتي تركت المقصد، شو المقصد يا حاج؟ شو المقصد؟ وإذا أمتي تركت المقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت. شو حرمت؟ شو حرمت؟ حرمت الإيمان، حرمت النور، حرمت فهم القرآن، حرمت حب الله. اللي بتعيش للإسلام يشك بإسلامه، اللي بتعيش للدين يشك بدينه. والله يا إخواني هذا دين، هذا دين. كل ما اشتغلت له كل ما الله أعطاك الإيمان، كل ما اشتغلت فيه كل ما أعطاك الإيمان. يوم الأيام أنبياء بيجي معاهم واحد ولا واحد كمان، أنت يجي معاك ألفات يوم الأيام. اللهم اجعلنا دعاة مقبولين يا الله. طلع 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 ابن عباس حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، ترجمان القرآن. نعم العطية، نعم الهدية، كلمة حكمة تطوي عليها تبلغها لك أخا في الله، تعدل عند الله عبادة سنة، عبادة سنة. دعوة إلى الله، مدح الله يا جماعة. أنو أكثر واحد بحب المدح؟ أنو أكثر واحد بحب المدح؟ اللي خلاك. أكثر واحد بحب المدح اللي خلاك، وهو غني عن المدح، وهو غني عن المدح. يا إخواني هذا قبر نيال اللي بنزل فيه وهو ضاويه. اسمع اسمع اسمع، الناس صنفة، قولوا اللهم اجعلنا من الصنف الأول، قولوا اللهم آمين. مستريح الله يجعلها منهم، استراحت من المرض، استراحت من التعب، استراحت من الهم، استراحت من الهم. اللي كل يوم بتسمع أخبار، والله لولا الله مثبتنا، كل يوم بتسمع أخبار. اللهم اجعلها من المستريحين. والصنف الثاني من أهل النار، والصنف الثاني من أهل النار، مستراح منه، يعني الله لا يرده. هذا معنى الحكي. مات مات، والله ما هي طالعة ولا الله يرحمه، والله ما هي طالعة ولا الله يرحمه. لأنه أنو اللي بيطلعها من جوا؟ أنو اللي بيطلعها؟ أنو اللي جابنا صلينا عليها؟ أنو اللي جابنا دعينا لها؟ أنو اللي جابنا؟ مستراح مات مات. إذا بده يستحي من الناس بيسقط، بقولش الله يرحمه. وإذا هو معكول ومظلوم الله لا يسامحه، الله لا يرحمه، الله لا يسهل عليه، الله يا الله يا يغضب عليه، الله يجعل نار قبر نار. هكذا هكذا مستراح من كيف نكون يا اخواني؟ كل واحد يفقد حاله، كل واحد يفقد حاله. اوعى تركن على صلاتك، اوعى تركن على حجك، اوعى تركن على سبح حجك، اوعى تركن على قيام ليلك، اوعى تركن على صيامك، اوعى تركن على صدقتك، اوعى تركن. اطعمت الف واحد، مليون واحد، بتعرف شو هو؟ روح استسمح من اللي عنده إله عندك اشي، وقول له من شان الله سامحني، من شان الله سامحني. بكره بنزل في الجارة، والله والله الذي لا عظمة إلا إله، ولا عزة إلا إله، ولا كبرياء إلا إله، ولا هيبة إلا إله. والله الظالم، والله المعتدي، والله الماكل حرام، والله اللي أكل خواته، والله اللي أدب عن حدود، والله اللي أكل حق الناس، اللي فرط في الصلاة، اللي هجر القرآن، اللي بيعرش المساجد، اللي إيش؟ اللي بفيق الناس الساعة واحدة في الليل يحولهم خايفين. والله اللي غير يسرق صوت، والله اللي غير يسرق صوت، والله اللي غير يسرق صوت. لا حجر ولا شجر ولا بحر ولا سمك ولا حوت إلا يسمع قولت يا دلي يا دلي يا دلي يا دلي يا وردي يا وردي. والله لو أنا وياك سمعنا صريخه ما بندفنه، والله ما بنوقف على التربة. هقول لك والله ما بنتجوز، هقول لك والله ما بناكل ولا بنشرب ولا بننام. نسمع صريخ واحد
اني اعرف النام. اي والله لو تسمع دقات قلبك ما بتعرف تنام. كيف تسمع صريخهم؟ واحد خرفش الدار. الله اكبر. كيف تسمع صريخهم؟ الحوت بيسمعه. لكن هذه شغله غيبيه يا جماعه. هذه شغله غيبيه. والله اللي تارك امر الله بيصرخ صريخ كل الكون بيسمعه الا بني ادم. طب ليش ما سمعناهوش؟ ليش ما سمعناهوش؟ الرسول عليه السلام دعا الله قال لولا الخاف الا تتدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم صريخ من في القبور، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اما المؤمن شو بيبقى يقول؟ قدموها 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 قدموها. الله يجعلنا منهم. شوف الملائكه هاي تعرف بتشوف هذه المريضه ان شاء الله بتشوف ملك في احلى صوره بتقول له من انت وجهك الحسن؟ بقولها انا صلاتك، انا صبرك، انا قيام ليلك، انا تسبيحك، انا صدقتك، انا صلاتك، انا صيامك. فبتقول له خليك عندي، بقولها انا عندك الى يوم القيامه. اللهم اجعلنا منهم يا الله. واما تارك الدين والعياذ بالله يا اخواني، من انت؟ وجهك الشر. قال انا عملك السوء، انا اكلك الحرام، انا منعك الميراث، انا اللي كنت تفيئ الناس على المشاكل انا. فيا اخواني بضل يصرخ الى يوم القيامه. اما الله يجعلها، الله يلبسها من الجنه ويفرش لها من الجنه ويفتح عليها طاعه من الجنه. قولوا امين. اللهم اجعلها تقول اللهم اقم الساعه، ولا تجعلها بالعكس. اللهم لا تجعل فينا تارك صلاه، اللهم لا تجعل فينا تارك للدعوه، اللهم لا تجعل فينا ماكل حرام، اللهم لا تجعل فينا ظالم معتدي على جاره، اللهم لا تجعل فينا تبع مشاكل، اللهم لا تجعل فينا مدمن خمر ولا مدمن دخان يا الله. اللهم لا تجعل فينا من صلام يا الله، ولا اكيل للربا يا الله، ولا عاقل والديه بروحش على الجنه الا بعد بهدله، ولا قاطع رحم بروحش على الجنه الا بعد بهدله، ولا مدمن دخان ولا مدمن خمر يا الله. نسال الله العفو والعافيه. الله يتوب على اهل الدخان، الله يتوب على اهل الدخان، الله يتوب على اهل المعاصي يا الله. اللهم كما حبوا المعاصي يحبوا الطاعه، يحبوا الصلاه، يحبوا صلاه الفجر، يحبوا قيام الليل، يحبوا القران يا الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وغائبنا وشاهدنا. اللهم لا تحيا